السلام عليكم. شنت قوات عملية الكرامة فجر اليوم هجوما وصف بالموسع على كامل منطقة الهلال النفطي الواقعة تحت سيطرة جهاز حرس المنشآت النفطية فرع الأوسط. وقال الناطق باسم حرس المنشآت النفطية فرع الأوسط علي الحاسي إن الهجوم نفذ عبر 4 محاور مدعوما بجميع أنواع الأسلحة. وأشار الحاسي إلى قيام سلاح الجو التابع للكرامة باستهداف ميناء زويتينا فجر اليوم. ونفى الناطق باسم جهاز حرس المنشآت النفطية فرع الأوسط علي الحاسي سيطرة قوات الكرامة على أي مواقع في منطقة الهلال النفطي، مشيرا إلى استمرار المواجهات العنيفة في المنطقة بين قوات حرس المنشآت النفطية وعملية الكرامة مدعومة بميليشيات أجنبية حسب وصفه. وأكد الحاسي أن قوات الكرامة مدعومة بقوات تابعة لحركة العدل والمساواة السودانية شنت صباح اليوم هجوما واسعا على جدابيا والسدرة وزويتينا وراس لانوفا. من جهة أخرى، أكد معاون أمر كتيبة 152 الموالية لعملية الكرامة عامر بشرادة سيطرة قوات الكرامة على جميع مداخل مدينة جدابيا وعلى موانئ السدرة وراس لانوف وبلدة بن جوات. وأضاف بشرادة لقناة ليبيا لكل الأحرار أن قوات الكرامة لم تواجه سوى مقاومة بسيطة أثناء تقدمها في منطقة الهلال فجر اليوم، مشيرا إلى أن الهجوم على المنطقة كان مفاجئا. ونوه بشرادة إلى أن عددا من عناصر حرس المنشآت سلموا عدتهم وذخائرهم لقوات الكرامة دون مقاومة تذكر، فيما تم أسر عدد آخر منهم حسب قوله. في سياق متصل، أعلنت رئاسة أركان القوات الجوية التابعة لعملية الكرامة أن طائراتها نفذت غارات جوية استهدفت محيط بوابة شركة زويتينا ومعسكر الشام صباح اليوم. وفي أولى ردود الفعل عبر مارتن كوبريل عن تنديده بهذه الأفعال وهذه الاشتباكات قائلا أن الحوار هو الحل الأسلم لحل الأزمة الليبية وليس القتال. إذا نبحث هذا الخبر وأبعاده مع ضيفينا عبر سكايب من القاهرة المحلل العسكري والسياسي عادل عبد الكافي، ومن باريس الباحث في الشأن السياسي والقانوني محمود إسماعيل. وأبدأ معك إذن سيد عبد الكافي، وكيف تعلق على هذه التطورات التي شهدتها منطقة الهلال النفطية؟ تحية طيبة لك يا أستاذة عربية ولضيوفك الكرام وأيضا مشاهدينكم، وكل عام وأنتم بخير والشعب الليبي كله بخير يا رب. حقيقة تأتي هذه المناوشات وهذه الاشتباكات في إطار تكملة للمناوشات الأولى التي قامت فيها مجموعات الكرامة مدعومة بالعدل والمساواة وعصابات الشادية منذ فترة. وقد حذرنا عبر منبركم أن من أخطر الصراعات هي صراعات الحقول النفطية، وحتى أشرنا ببعض التوضيحات، ولكن يبدو لم يستجب أحد لهذه المقترحات. ولكن عموما ما نقول الآن، المجلس الرئاسي حقيقة على المحك بخصوص هذه الاقتحامات والاعتداءات على الحقول النفطية، وخاصة نحن نتحدث عن قوة أعلنت ولائها للمجلس الرئاسي، أيضا تبعيتها لوزارة الدفاع، ووزير الدفاع محسوب على المنطقة الشرقية، وكان له عدة اجتماعات مع قوة حراسة المنشآت النفطية. فأتصور أن يكون هنالك دعم من المهدي البرغثي من خلال القوة العسكرية التابعة له في مدينة بنغازي و 204 دبابات. وكان الأجدر حقيقة اتخاذ خطوات مسبقة بأن وضع خطوط دفاعية، وهذا ما أشرنا إليه سابقا، ولكن يبدو أن لم يستمع أحد. طبعا خليفة حفتر استغل ظروف طبعا الوقت الآن بدخول العيد الأضحى المبارك وحالة الارتخاء للمجندين وللمدنيين التابعين لحرس المنشآت النفطية. أيضا هنالك يعني هل تعتقد سيد عبد الكافي أن يعني الأسباب أو التوقيت الذي جعل عملية الكرامة تتحرك الآن من أجل السيطرة على الحقول النفطية هو يعني مناسبة عيد الأضحى المبارك فقط، أم أن هناك أسباب أخرى ربما قد تكون سياسية كما ذهب إلى ذلك بعض المحللين والقارئين المشهد السياسي الليبي؟
سيدتي، أنا أتحدث الآن عن الجانب الميداني، الجانب العسكري. استغل هذه الظروف، أيضا كان هنالك استطلاع من الطائرات التي بدون طيارة التي دعم بها من الإمارات، قامت ببعض الجولات الاستطلاع ورصدت الوضع الميداني في منطقة الرأس الهلالي منذ فترة قريبة. أيضا لديه عناصر استخباراتية أو يمدونهم بالمعلومات بالقرب من حرس المنشآت النفطية وتلك المناطق، مما ترتب عليه جمع معلومات كافية لتحديد الميعاد والوقت لاقتحام تلك المنطقة والسيطرة عموما. من ناحية أخرى، طبعا خليفة حفتر الآن في ظل الجدل الدائر الآن بخصوص الاتفاق السياسي وموقف الموالي له القطراني وأيضا البرلمان والجولات التي تدار في تونس، أصبح الآن وضعه على المحك، خاصة من الناحية العسكرية، أنه لم يستطيع تنفيذ ما قد وعد له به سواء للدول الإقليمية الداعمة له أو للبرلمان. دخل في متاهة عسكرية، خسر العديد من أبناء المنطقة الشرقية، زج بهم في معركة وصل عدد القتلى أكثر من 12 ألف قتيل. الأموال والمعدات العسكرية التي تم تقديمه كدعم له حقيقة، وصلت معلومات أنه يسربها وتسربها بعض قيادات الكرامة إلى تنظيم الدولة سابقا ولا زال إلى الآن. انكشفت الكثير من الحقائق حقيقة، ولازال أتصور بإذن الله ستظهر المزيد من الحقائق بعد مقتل. نتحدث عن كل هذه الأسباب بأكثر تفاصيل بعد قليل سيد عبد الكافي. قبل ذلك ينضم إلينا عبر الهاتف من باريس الباحث في الشأن السياسي والقانوني محمود إسماعيل. وسيد إسماعيل، قوات الكرامة تشن هجوما وصف بالموسع على كامل منطقة الهلال النفطي، فما خلفيات هذا الهجوم برأيك؟ ليس غريبا ولا مستغربا من مجموعة الكرامة وعصابة أخطر أن تقوم بعمليات إرهابية ليست الأولى ولن تكون الأخيرة. محاولاتهم فقط هي إفساد الحياة السياسية من ناحية، والعمل على أن يكون لهم شأن من ناحية ثانية، والعمل على الخروج بمظهر المنتصر بعد هزيماتهم المتكررة، خاصة وأن شخصية حفتر لم تعرف ولو يوما واحدا نصرا أو ما يسمى بالنصر. هذا من ناحية. من ناحية ثانية، نحن نتوقع بأن كان من المهم، والمهم جدا، ليس فيما يفعل حفتر، فهو حفتر ديدنه وهذه صفاته، ولكن أين المجلس الرئاسي في تأخره في آليات الرد الحاسمة، وأين طلبه المساعدة، وأين في إمكانياته؟ حقيقة الواقع المؤلم في أن السيطرة على حقول النفطية تعني السيطرة على قوات الليبيين، وتعني السيطرة أيضا بالمطلق على ما يجري من أحداث في ليبيا، وتعني أيضا الدخول في إرباك المشهد السياسي، وتعني أيضا إعاقة ما يتعلق بالاتفاق. ثم هل هناك ارتباط بين تصريحات كوبلر من أنه سيبحث على مكانه أو مكان لهذا الجنرال المتقاعد وبين ما يجري من أحداث؟ هل هي محاولة لاستباق الأحداث؟ هل هي نوع من العبث السياسي والعسكري الذي يمارسه بمعية أيضا مجموعة من العصابات التي أتت من خارج حدود الوطن؟ الواقع مؤلم، ولكن الأشد إلاما في ألا يتم التصدي وبقوة وشجاعة لها. الدول تنتظر أيضا تصريحا رسميا لموقف المجلس الرئاسي، وأنا متواجد بباريس، وقد فعلا ما يلفت للانتباه إليه رغم أن هذا اليوم عطلة، في أنه كيف لا يكون هناك أيضا تصريح بالشكل العاجل والسريع، وكيف لا يكون هناك موقف في عملية طلب أيضا مساعدة من مجلس الأمن والمجتمع الدولي في أن يقف عند حده، لأن هذه المصافي النفطية وهذه الحقول النفطية هي ملك لجميع الليبيين، وهي أيضا كثير من شركات الدول الأخرى شركاء فيها، وعملية العبث بها أو حرقها وعملية احتلالها من جهات خارج نطاق الشرعية دلالة واضحة على أن ليبيا ستمر بمختنق كبير وكبير جدا. نعم. وأن اليد المرتعشة لا زالت موجودة، ولذلك يجب أن يكون هناك قرارات جريئة. واضح سيد إسماعيل. وسيد عبد الكافي، أي تداعيات يمكن أن يخلفها مثل هذا التطور الأمني على الوضع السياسي في البلاد الذي تتواصل فيه حالة الانقسام بين الفرقاء؟ بداية سيدتي الكريمة، أشير إلى نقطة أن خليفة حفتر يحاول تقوية موقفه من خلال السيطرة على الحقول النفطية، هذا من ناحية السياسية. أيضا دعونا نتذكر بيان الدول الست بخصوص التحذير بالمساس من الحقول النفطية. أيضا لدينا الطائرات التابعة للإدارة العسكرية السادسة أفريكوم المتواجدة الآن في سرت.
أتصور أن هذا الزخم لابد أن يستغل لإنهاء مشروع خليفة حفتر وتصنيفه ما هو وضعه العسكري في ليبيا. هذه نقطة. طبعا تداعيات هذه العملية بالتأكيد لها تداعيات اقتصادية، لها سيرتفع سعر العملة الصعبة في ليبيا، سترتفع، سيزيد من حالة القلق، أيضا سيزيد من حالة انخفاض نسبة مؤيدين المجلس الرئاسي والاتفاق الرئاسي، نظرا أنه لم يتخذ أي خطوات جريئة وخطوات حاسمة بخصوص تطبيق بنود الاتفاق، وهذا ما ترتب عليه الآن. أتصور لو كان المجلس الرئاسي اتخذ منذ أن دخل إلى طرابلس الخطوة الأولى وهي إيقاف الحرب وأيضا إشغال المناصب العسكرية، ما كنا وصلنا إلى حالة الاعتداء على الموانئ النفطية ويترتب عليها أزمة اقتصادية، وأيضا ربما سندخل في حرب وصراع عسكري حول الحقول النفطية، وهذه أعتبرها من أخطر الصراعات في المنطقة في ظل مواجهة تنظيم الدولة في مدينة سرت من قبل قوات الجيش والثوار. واضح، نعم واضح سيد عبد الكافي. وسيد إسماعيل، المبعوث الأممي مارتن كوبلر أكد أن هذه الاشتباكات ستؤدي إلى مزيد من الانقسام والحد من تصدير النفط، هل تتفق مع كوبلر في هذا؟ ما يجب أن يفهم من كوبلر بأنه يدعو حاليا إلى محاولة قدر الإمكان للبحث على مكانة لهذا الجنرال المتقاعد من ناحية، في حين أنه لا يتخذ موقفا مع معية المجتمع الدولي وهو مسؤول على الملف الليبي بالمطلق فيما يتعلق بهذا الجنرال المتعنت الذي يحاول قدر الإمكان إفساد الاتفاق السياسي وإفساد أيضا ما يتعلق بما توصل عليه الليبيون وإفساد كل ما يتعلق في ليبيا أمنيا وسياسيا واقتصاديا واجتماعيا وثقافيا. ما يربك المشهد في أن كوبلر يحاول إعادة رسم خارطة، يبدو أن الأمور غير واضحة وملبدة، وتصريحاته لا تنبي على أن هناك مسعاة إلى إمكانية أن يوضع المخطئون في بوتقة المخطئين، وإنما هناك اتجاه لمحاولة أن يتم شرعنة إجراءاتهم. ليس فقط الموضوع في لديه آلام ويسبب إشكال، ولكن الموضوع أكبر وأكبر من ذلك، هناك إشكاليات وإشكاليات كبيرة جدا في عدم وقوف ووضوح المجتمع الدولي من هذا الجنرال المتقاعد. كيف يباع شعب وبلد بمقابل جنرال متقاعد مجرم بحرب سابق؟ كيف يتم العمل على إنقاذ اتفاق سياسي تم الاتفاق عليه من قبل جميع الدول وكان مدعاة لعملية اتفاق، ثم يدعى إلى إمكانية أن يتم المساومة على هذا؟ كيف نعطى ضوء أخضر للتقدم تجاه الحقول النفطية في حين عندما تقدمت بعض القوات الأخرى تمت مهاجمتها بالطائرات من قبل دول ثانية؟ كيف هذا وهذا وهذا؟ هذه أسئلة يجب أن تثار. ثم لماذا لا يطلب أيضا دعم من قبل المجتمع الدولي لإخراج هؤلاء العصابات؟ ثم لماذا لا يتم إدراج حفتر على من قبل المطلوبين دوليا لأنه يقوم بجرائم حرب قام بها في السابق ويقوم بها في الحاضر وربما بل مؤكد أنه يقوم بها في المستقبل؟ وهناك إجراءات جد خجولة، وهناك محاولة لأن يتم تشهيره ومحاولة قدر الإمكان لفرضه كحكومة عسكرية، إن وجوده في المشهد السياسي والعسكري سيكون مدعاة إلى تقويض الديمقراطية والبحث على أرهابيين عسكريين يطبقون سياسات لا تنمي للواقع ولا للسلة ولا للليبيين بالسلة، ولا يمكن أن يرضى بها. نعم. وسيد عبد الكافي، السفير البريطاني لدى ليبيا بيتر ميلت قال إن العيد يجب أن يكون مناسبة للسلم والمصالحة في ليبيا وليس لفتح صراع جديد في البلاد، كيف تقرأ ردة الفعل هذه؟ حقيقة الكل يتمنى أن يأتي العيد وكل الأيام في أمن وسلام على ليبيا وانتهاء حالة الصراع والانقسام العسكري والسياسي، ولكن حقيقة يعني كنا نتمنى أن ترتقي تصريحات السيد ميلت إلى مستوى الحدث والمسؤولية، نظرا أنه يمثل دولة من الدول العظمى والدول الست التي تحاول أن تفرض الاتفاق السياسي وأيضا أن تملي إرادتها داخل ليبيا، أن تتخذ خطوات جادة بخصوص إيقاف دعم خليفة حفتر وأيضا إيقاف طائراته، وخاصة ليبيا لا زالت تحت الفصل السابع. عموما الآن اعتبر المجلس الرئاسي حقيقة على المحك، إن كان بيانه وموقفه، وخاصة ولا لا أتحدث عن بيانات، أتحدث عن موقف
لابد أن يكون هنالك موقف قوي، لأن الدول الغربية الداعمة للاتفاق السياسي ستتماشى مع حسب موقف مع موقف المجلس الرئاسي، إن كان قوي ستقف معه وقفة قوية، وإن كان ضعيف سيكون موقفها أيضا ضعيف، ولن نصل إلى شيء، وسنظل في هذه الدوامة، ولن تجد ليبيا مخرج من هذه الأزمة طيب أبقى المنتهكة. معك سيد عبد الكافي، وذهب البعض إلى أن ما تقوم به قوات عملية الكرامة هو دلالة على رفضها القاطع الاعتراف بالاتفاق السياسي ومن بثق عنه، هل تتفق مع هذا الطرح؟ أتفق نعم سيدتي الكريمة مع هذا الطرح، والدليل على ما أقول أيضا ونعيد ونذكر أنفسنا والمشاهدين أن خليفة حفتر أعلن عدة مرات أنه لا يعنيه الاتفاق السياسي، لا يعنيه المجلس الرئاسي، لا يعنيه حتى الاستقرار في ليبيا. اليوم تلو اليوم يحاول أن يوجد صراعات في عدة مناطق مستقرة، الآن يحاول أن يسيطر على الحقول النفطية، مع العلم التام وأقولها بمنتهى الثقة، حفتر لا يملك القوة العسكرية بخصوص فتح جبهات والسيطرة على الحقول النفطية، ولكن أنا أعتبرها مناوشات لإثبات الوجود بإرسال بعض المرتزقة وبعض الموالين له. حقيقة المنطقة الشرقية تعيش في مأساة كبيرة جدا، ضحك عليها هذا الرجل واستغل أبنائهم ورمى نسائهم حقيقة نعم ويكتم أطفالهم، وناهيك عن الحالة الاقتصادية والحالة الاجتماعية التي تعيشها ليبيا كلها والمنطقة الشرقية خصوصا واضح من جراء هذا واضح الرجل، واضح ولا سيد عبد زال الكافي. يخرج بعض الأبواق من يدعون أنفسهم شيوخ قبائل وغيره ويرسلون المبايعات له كما كانوا يرسلون أيام القذافي. نعم، وسيد إسماعيل ناطق باسم جهاز حرس المنشآت النفطية علي الحاسي دعا المجلس الرئاسي إلى تحمل مسؤولياته تجاه الوضع في منطقة الهلال النفطي، أي دور يمكن أن تلعبه أو يلعب المجلس الرئاسي لحماية المنشآت النفطية في هذا السياق؟ حقيقة إذا تحرك المجلس الرئاسي بشكل قوي وبإرادة واضحة وبعمل دؤوب في ظل ما يتعلق بتنفيذ الاتفاق رغم مسالبه، سيجد كثيرا من الطرق في آليات إيقاف هذه العنترية. إذا أراد المجلس الرئاسي فعلا أن ينهي حفتر وأن يوقف هذا النزيف وأن يحاول إرجاع الأمور بقرارات جريئة شجاعة تتحمل المسؤوليات، سيكتب التاريخ أنه فعلا استطاع أن يخطو خطوات للأمام. ولكن إذا أراد أن يكون نهاية للموضوع ومحاولة لعملية الضحك على الدقون واستمرارية إشكاليات الليبية وإشكاليات إمكانيات أن يكون يدمر المنشآت الليبية والنفط الليبي، وهذه حقيقة مأساة وهي مسؤولية مباشرة على المجلس الرئاسي تحملها. الجميع يجمع على أن للمجلس الرئاسي صلاحية في إمكانيات العمل على أن يوقف هؤلاء وأن توقف طائراتهم وأن يتم الاستعانة بكل الإمكانيات مهما محلية أو دولية من أجل إيقاف العنتريات ومحاولة قدر الإمكان كسر إرادة الليبيين والسيطرة على مقدراتهم وتقويض الاتفاق وتقويض كل ما تم التوصل إليه في السابق. هذه حقيقة مأساة ولا يمكن السكوت عليها. من هنا ما هي الإمكانيات التي يمكن للمجلس الرئاسي أن يقوم بها؟ لعل هذه الإمكانيات وأبرزها أن يكون هناك خطاب واضح من الجميع، أن يكون نعم. هذا الخطاب واضح في تجريم العمل. طيب سيد إسماعيل أبقى معك، وفي بيان في يعني في سياق ما تقوله وفي بيان أصدره منذ قليل المجلس الرئاسي دعا ما وصفه بالقوات المعتدية على الهلال النفطي الانسحاب عن كل المواقع التي تمت مهاجمتها، كيف تقرأ هذا البيان وما هي دلالة هذا البيان أيضا؟ تفضل. حقيقة البيان جد خجول لأنه لا يرقى إلى مستوى المشكل، المشكلة واضحة وواضحة للعيان بشكل جلي، يجب أن يكون هناك اتهام صريح وواضح لخليفة حفتر الجنرال المتقاعد، ويطلب من المحكمة الجنايات الدولية بأن يتم أيضا ومن أيضا من الانتربول بأن يوضع اسمه في قائمة المطلوبين دوليا إذا أريد حل للمشكل، أما إذا أريد فقط التمطيط والضحك على الذكور واستمرارية نفس الإشكال فسيكون العلاج بهذا الشكل. إمكانية القوات المعتدية وغيرها من الكلمات الفضفاضة التي لا تسمن، كالضريع لا تسمن ولا تغني من جوع. الليبيون يريدون حلا واتهاما صريحا لهؤلاء لأن الإشكالية أكبر مما يتخيل. أيضا يجب أن يتم الاستعانة بما يتعلق بتمطيط وتمديد لا انكماش عملية البنيان المرصوص. واضح واضح سيد إسماعيل. أجل أن يكون هناك حد.
نعم، وسيد عبد الكافي رأى بعض المتابعين للشأن الليبي أن الاشتباكات العسكرية التي شهدتها منطقة الهلال النفطي تضع المجلس الرئاسي والاتفاق السياسي في امتحان حقيقي. ما دلالة ذلك برأيك سيد إسماعيل؟ سيد عبد الكافي منك. نعم سيد كريمة، حقيقة وهذا ما أشرت إليه، الآن المجلس الرئاسي وحكومته، أو المجلس الرئاسي لأن حكومته الآن أتصور هنالك إشكالية كبيرة حولها، ولكن الآن هنالك وزير دفاع لازال يمثل هذه، يعتبر الذراع العسكري لهذا المجلس، وأيضا المجلس الرئاسي يمثل القائد الأعلى. حقيقة الآن هو فعلا أمام محك وأمام اختبار، مع أنه حقيقة هو عدى على عدة اختبارات منها قنفودة، ولم نرى أي موقف منها تنفيذ بنود الاتفاق، ولم يأخذ أي خطوات جادة في هذا الشأن. فأتصور موقفي لن يختلف عن مواقفه السابقة، ولا نراهن كثيرا حقيقة على مواقفه، ولكن يظل الأمل موجود، وهذا ما نراهن عليه. حتى عندما تم الإطاحة بنظام القذافي وعصابته يظل الأمل موجود، ربما في شخصيات أخرى، ربما في تعديل في الاتفاق السياسي. واضح سيد عبد الكافي وسيد إسماعيل. هل يمكن أن يؤدي امتداد الصراع المسلح باتجاه الحقول النفطية إلى تحرك دولي؟ بكل تأكيد المجتمع الدولي مهتم بالشأن النفطي لأنه شريك في النفط، وليدرك الجميع أن هذه مسألة حقيقة بالنسبة تهم الشأن الدولي وكما تهم الشأن المحلي. ربما الليبيون لا يستطيعون قراءة الموقف بشكل فعلي، ولكن المجتمع الدولي قادر على قراءة المشهد بشكل فعلي وواقعي، ويستطيع حماية مصالحه ويستطيع حماية مصالح ليبيا أيضا. من الناحية الفعلية أيضا، البواخر التي قامت أو حاول تصدير النفط في السابق الذي منعه هو المجتمع الدولي، هذه هي الحقيقة والحقيقة المطلقة. من هنا ولزاما علينا أن نقر بأن المجلس الرئاسي عليه أن يتخذ إجراءات سواء مع المجتمع الدولي بمعية المجتمع الدولي، وأيضا بمعية المجتمع المحلي، وأيضا بالقادرون ممن يملكون فاعلية على الأرض الذين يستطيعون حسم الموقف وإرجاع هذا العنصر إلى حجمه، وأن يكون واقعيا بأن ليبيا لا يمكن أن يحكمها جنرالات عسكريون، لأن الليبيون يريدون ديمقراطية ويريدون حرية ولا يريدون أن يحكموا بحكم العسكري. نعم، واضح إذن سيد محمود إسماعيل. وبهذه الفكرة نصل معك إلى ختام حلقة اليوم من خبر وبعد. نشكر إذن ضيفينا السيد المحلل العسكري والسياسي عادل عبد الكافي الذي كان معنا من القاهرة عبر سكايب، ومن باريس عبر الهاتف الباحث في الشأن السياسي والقانوني محمود إسماعيل. شكرا مشاهدينا على حسن المتابعة، دمتم في أمان الله.